طيب ناخد فان بروك المدرب العام السابق للكاميرون. فان مساء الخير. Good evening all. مساء الخير عليكم جميعا. بتشرف بوجودك معايا ورأيك في مباراة بكرة إن شاء الله منتخب مصر أمام منتخب الكاميرون. أعتقد ستكون مباراة شيقة بين المنتخبين لأنه لعب أيضا قبل ذلك والفريقين متميزين من الناحية الفنية أو التكتيكية. المنتخب المصري وأيضا من الجانب الكاميروني يؤدي بشكل متميز. الفريق يلعب على أرضه وبين جمهوره، أما الفريق المصري هو الفريق العربي الوحيد الموجود الآن للمنافسة. من وجهة نظرك ايه الفرق بين المنتخب الوطني الحالي ومنتخب مصر في 2017 في المباراة النهائية اللي انت كنت مدرب عام للمنتخب الكاميروني في وقتها؟ I think under Cooper it was أعتقد أن المنتخب المصري بما أصبح أكثر صرامة الآن وأيضا ارتفع المستوى بشكل جيد وتنفيذي أيضا منذ عامين الهجمات المرتدة وبشكل هناك أيضا شباب ولاعبين خلال العامين الماضيين انضموا للفريق وضخوا دماء جديدة داخل المنتخب المصري. هذا يعد اختلافا عن عام 2017 من خلال الفريق كان يعتمد ربما على الهجمات المرتدة في الماضي، ولكن الآن لديه تكتيك أعلى بكثير من الماضي. هل من وجهة نظرك محمد صلاح قادر بكرة على يعني الميل لكفة مصر أو انتصار مصر غدا يستطيع أن يصنع الفارق مع المنتخب المصري؟ محمد صلاح دائما قادر على إحداث الفارق وتقديم الدعم أيضا كأسيست للاعبين الآخرين وبالتالي إذا صلاح أيضا لعب أيضا على الجانب الأيمن وعلى المدافع الكاميرون من الناحية التكتيكية أنا سأشفق ربما على اللاعب الكاميرون في مواجهة محمد صلاح في مباراة الغد، ولكن هو قادر على أن يفعل شيء يساعد منتخب مصر على الفوز بالمباراة. توقعاتك بكرة للمباراة النتيجة ومن سيفوز؟ من الصعب الإجابة. الفريق الكاميرون لديه ميزة الأرض والجماهير من الناحية أيضا البدنية. المنتخب الكاميرون أقوى وأيضا هناك بعض الإصابات. منتخب مصر حارس المرمى كان مصابا ومع وجود بعض الإصابات وأعتقد أنه في هذه الحالة هذه التفاصيل تعطي ربما ميزة لمنتخب الكاميرون أمام المنتخب المصري غدا، ولكن من هنا أعطي الميزة لمنتخب الكاميرون. بتشرف بوجودك معايا وإن شاء الله بإذن الله أشوفك على خير. شكرا جزيلا وشرف لي أن أتحدث إليكم جميعا، تصبحون على خير. بشكرك شكرا جزيلا فان بروك المدرب العام السابق للكاميرون، وبشكر طبعا المتألق المبدع الأستاذ عبد الناصر السعدني المترجم. بشكره شكرا جزيلا، بتشرف دايما وبستمتع بوجوده معايا.